بكم إلى نشرة مفصلة من الأخبار نبدأها بالعناوين. حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتخطى 34 ألف وفاة و 160 ألف إصابة. نزايد يؤكد للرئيس الأسد استمرار دعم بلاده لسوريا، ووزير الصحة السوري يؤكد للميادين أن التوجيهات الرسمية هي إيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة. شهيد في نابلس وغارات إسرائيلية على قطاع غزة. تل أبيب تشرعن نقاطا استيطانية في الضفة، وهيرتسوغ يحذر نحن على شفا انهيار دستوري واجتماعي. الجيش الأمريكي يسقط جسما طائرا قرب الحدود مع كندا في رابع عملية خلال أسبوع. موسكو تحذر طوكيو من رد فوري في حال نشر صواريخ فرط صوتية بالقرب من حدودها. إذن اقتربت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا من 35 ألفا في البلدين، والإصابات من نحو 160 ألفا. ووفق الإحصاءات التركية فإن حصيلة ضحايا الزلزال جنوب البلاد تبلغ أكثر من 29 ألفا و600 حالة وفاة. أما في سوريا فبلغت الحصيلة التقريبية لضحايا الزلزال نحو 4500 وفاة في كل المناطق المتضررة ونحو 6000 إصابة. أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل بكامل طاقتها في الولايات العشر المتضررة، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المباني ذات الأضرار الكبيرة. أقطاي أشار إلى أن 24 سفينة و70 طائرة و112 مروحية وطائرات مسيرة تشارك في الأعمال المستمرة، فضلا عن أكثر من 12 ألف آلية عمل. كذلك كشف أقطاي عن انطلاق عمل تركيب مركز يضم نحو 5000 حاوية سكنية إلى جانب عمليات بناء المخيمات في عموم المناطق المتضررة. هذه الإنشاءات لم تكن تحت إشراف الدولة، لذلك مات كثير من الناس في نورداغي بسبب هذه الأعمال لأنه لم يكن هناك إمكانية لإنقاذهم. ثلاثة من أحفادي وابنتي وزوجها، خمسة أشخاص تحت الأنقاض، أنا في الانتظار. لا يوجد شيء اسمه الخرسانة، هي رمال فحسب. هذا المبنى وغيره انهاروا في أول 3 ثوان من الزلزال. هذا المبنى يتكون من 6 طوابق، نجا منه 3 أشخاص فقط، فيما تجاوز عدد القتلى فيه 100. أنهت بعثة الإنقاذ الإسرائيلية الموجودة في تركيا عملياتها على وجه السرعة، وعادت إلى الأراضي المحتلة بسبب ما قالت إنه تهديد أمني كبير يستهدفها. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن المسؤولين في البعثة تلقوا معلومات استخبارية بشأن تهديد ملموس وفوري للوفد الإسرائيلي، وأضافت أن قرار وقف أعمال الإنقاذ اتخذ بعد تقييم مشترك للوضع مع قادة الجبهة الداخلية ووحدات البحث والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي. أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الأحد دعم بلاده وتضامنها مع تركيا وسوريا إثر الزلزال الذي ضربهما، مؤكدا مساهمة الدوحة في جهود الإغاثة. وفي تغريدة عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار آل ثاني إلى أنه اطلع من أردوغان على آخر تبعات الكارثة، وأكد دعم الدوحة وتضامنها مع الأشقاء إلى جانب المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة.
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والوفد المرافق له لبحث تبعة وأثار الزلزال الذي ضرب سوريا. الأسد أكد أن مواقف الإمارات واستجابتها السريعة تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين. من جانبه أكد بن زايد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سوريا واستمرارها في تقديم المساعدة المطلوبة. وعقب اللقاء زار وزير الخارجية الإماراتي المناطق المتضررة بالزلزال واطلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية. وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أن الرئيس السوري أبدى استعداده للنظر في فتح مزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدة إلى ضحايا الزلزال. وبعد لقائه الأسد أكد أنه حصل على تفويض من الحكومة السورية للانتقال إلى الشمال الغربي. أنا أنتظر التحرك إلى الشمال الغربي من سوريا، حيث قيل لنا إن الوضع هناك أسوأ. التقيت الرئيس الأسد الذي أشار إلى أنه منفتح على النظر في نقاط عبور إضافية عبر الحدود لهذه الحالة الطارئة. المنسق الأممي الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا حذر من احتمال انتشار الأوبئة وطالب بالسماح بدخول المساعدات إلى سوريا من معابر أخرى. هذا وكانت الأمم المتحدة أكدت أن نقل مساعدات الإغاثة من الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى مناطق الجماعات المسلحة في الشمال يتعثر بسبب مشاكل في الحصول على موافقة هيئة تحرير الشام. جاء ذلك في تصريح لمتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى وكالة رويترز. وأمس قررت قوات سوريا الديمقراطية فتح المعابر لمرور المساعدات. هذا وأكد وزير الصحة السوري حسن الغباش مطالبة السلطات السورية المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بتمديد رفع الحصار عن سوريا. وفي مقابلة مع الميادين أعرب الغباش عن تفاؤله بأن يكون رفع الحصار المؤقت عن سوريا هو بداية لكسر الحصار على المواطن السوري. نحن طالبنا السيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالضغط من حيث المبدأ لتمديد هذا القرار، لأنه باعتقادنا الوقت اللي منحوا غير كافي أصلا لتسهيل عمل المنظمات والمانحين بشراء بعض التجهيزات والمستلزمات. ويعني أعتقد وأنا متفائل في هذه النقطة تحديدا إن شاء الله يعني بداية كسر الحصار عن سوريا. الاتصالات اللي تلقاها السيد الرئيس من زعماء وقادة دول ورؤساء الشعوب اللي تحركت بعفوية وصدق تجاه سوريا، الشيء لمسته شخصيا أنا كفرد بالحكومة السورية ولمسه كل مواطن سوري الحقيقة. بيدفعنا للتفاؤل في هذه النقطة أنه إن شاء الله شعر العالم كله في هذه المرحلة أهمية وضرورة كسر الحصار عن المواطن السوري. الغباش أعلن وجود توجيهات واضحة بتقديم المساعدات الطبية لكل المواطنين السوريين على كامل الأراضي السورية. نحن لدينا التوجيهات الكاملة منذ اللحظة الأولى في نقل أي مساعدات طبية أو إنسانية أو إغاثية إلى المواطن السوري الموجود أينما كان. المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى إيمان طرابلسي أكدت أن عمليات تقديم الإغاثة لا تتجاوب مع مستوى الكارثة في سوريا. وحذرت خلال حديث إلى الميادين من تسييس أو من خطر تسييس قضية المساعدات المقدمة إلى سوريا. ما يقدم اليوم في المناطق المنكوبة هو نقطة في بحر الاحتياجات. الصليب الأحمر الدولي مع شركائه بالطبع وبقية الفاعلين الإنسانيين يحاولون الاستجابة على قدر المستطاع. نواجه خطر تسييس ملف الإغاثة. من الضروري اليوم أن يضع كل الفاعلين الأساسيين والمتدخلين في النزاع داخل سوريا أن يضعوا الاحترازات السياسية على جنب وأن يتم التركيز فقط على الكارثة الإنسانية وعلى المصلحة البشرية، لأن ملف حصول الإغاثة اللازمة هو مسألة حياة أو موت لعشرات الآلاف اليوم. زار قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قآني محافظة اللاذقية،
حيث تفقد المناطق والأحياء المنكوبة من جراء الزلزال المدمر. الزيارة تخللتها أيضا لقاءات مع محافظ اللاذقية ومسؤولين آخرين. وتتواصل أعمال البحث عن ناجين وإزالة الركام في محافظة اللاذقية، حيث انتشل العديد من الجثامين بمساعدة فرق أجنبية، فيما تمت زيادة عدد لجان تقييم المباني المتصدعة. لنا شاهين. انتظار على أحر من الجمر، مواطنون انفطرت قلوبهم حزنا على ذويهم، يكتوون بنار السباق مع الزمن، فاللحظات التي تشكل الحد الفاصل بين الموت والحياة تمر ببطء شديد وعلى نحو قاتل. من أول لحظة الانهيار من الفجر ونحن موجودين، بأي لحظة بس ننتظر بس صوت، بس نسمع حركة، يعني ننتظر بس حركة، بس هيك توقف الآليات إنه في حدا، في صوت، بس وضع صعب جدا جدا. حتى اللحظة عنا أمل، عنا أمل، هيك عايشين على الأمل الإجباري. عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين متواصلة منذ اليوم الأول لوصولنا. نتعاون مع فرق إنقاذ أخرى ونستمر في تقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين. نجحنا في إنقاذ عدد من المواطنين، ولكن للأسف كان عدد الضحايا أكبر بكثير. حيثما وليت وجهك هنا لا تجد غير الدمار الهائل، مبان بأكملها سويت بالأرض وأخرى تضررت على نحو شبه كامل. عدد من المنازل تهدم بحدود كحصيلة أولية 102 بناء كامل طابقي، وعدد كبير من المنازل تصدعت، ونحن كمحافظة قمنا بتشكيل لجان فنية من نقابة المهندسين وشركة الدراسات والاستشارات الفنية للكشف على هذه الأبنية لتقييم وضعها الفني. وكبداية عمل كان هناك عدد كبير من هذه المنازل بحاجة إلى الهدم حرصا على السلام العام، ولم تنتهي اللجان من عملها، وتم زيادة عدد اللجان إلى 64 لجنة. لنا شاهين، اللاذقية، الميادين. والآن معنا من اللاذقية مراسل الميادين محمد الخضر. صباح الخير محمد. يعني الآن بعد انقضاء أسبوع على هذا الزلزال، ما هي آخر المستجدات لديك؟ صباح الخير يارا. الحصيلة حتى هذه اللحظة في اللاذقية كبيرة للغاية، هناك حوالي 820 حالة وفاة والمئات من المصابين. كما ورد في تقرير الزميلة لنا، هناك 102 من المباني دمرت، وهناك حوالي المئات ربما التي تصدعت وأصبحت غير صالحة للسكن. هذا الأمر يمتد من مدينة جبلة جنوب اللاذقية وحتى داخل اللاذقية. اسطامو بلدة أيضا دمرت فيها كثير من المباني، الهنادة، فيديو، الرمل الجنوبي، ومنطقة دمسرخة، وتوسع المشروع العاشر. اليوم الجهد انتقل بشكل واضح إلى العمل الإيوائي، العمل الإنساني بشكل كبير جدا. كل المحافظة ودعم مركزي من دمشق والمنظمات الإغاثية تعمل بشكل كبير على مساعدة أكثر من 142 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في هذه المحافظة جراء تصدع هذه المنازل. هناك أيضا جهد هندسي، تم الكشف عن حوالي 4000 منزل من أجل معرفة صلاحيتها ومدى الأضرار التي أصابتها خلال هذه الهزة الأرضية. قوافل المساعدات تصل بشكل كبير إلى هذه المحافظة، بدأت تصل بشكل كبير، أعني هناك بالأمس وصلت حوالي 30 شاحنة من العراق. اليوم هناك قافلة كبيرة نظمها حزب الله من لبنان سوف تصل إلى هذه المحافظة. كل ذلك ضمن جهود إغاثية كبيرة تتطلبها هذه المحافظة ويتطلبها هذا الوضع الصعب الإغاثي في محافظة اللاذقية باعتبارها تحملت جزءا كبيرا من تبعات هذه الهزة الأرضية. نعم. طيب محمد، يعني بالأمس كان مدير الصحة العالمية في سوريا تحدث أيضا عن الوضع الصحي، وهناك تحذيرات ربما من
انتشار الأمراض المعدية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها سوريا أساسا جراء الحصار، والآن يعني أضيفت إليها هذه الحادثة والكارثة الزلزال الأخير. صحيح، الوضع الصحي أساسا كما تفضلت هو هش ضعيف للغاية نتيجة 10 سنوات أو 12 سنة من الحرب والحصار على كل الدولة السورية، الاقتصاد والشعب وكل المقومات. هناك جهد كبير أيضا تحملته المشافي والمراكز الصحية والأطباء والممرضين في هذه المحافظة خلال الأسبوع الماضي من عمليات الإسعاف والإنقاذ. نتحدث عن 3 مشافي حكومية بشكل أساسي، مشفى تشرين الجامعي حيث نقف هنا في هذه المنطقة، ومشفى جبلة الوطني وهو حكومي، والمشفى الوطني في اللاذقية، هم الذين تحملوا تقريبا مع بعض المستوصفات والمشافي الخاصة الجهد الأكبر للآلاف الذين رجعوهم خلال هذه الأزمة. هناك نقص شديد كان يتحدث به الأطباء، نقص يتصل بالمعدات بالأدوات حتى المواد التي تستخدم في عمليات الإسعاف لهذه الدرجة. لذلك تصريح الصحة العالمية، كل مسؤولي الصحة العالمية عن التحذير من هذا الوضع هو يأتي استجابة وقراءة لهذه الحالة، والتي حذر منها بالأمس أيضا الدكتور حسن غباش وزير الصحة في لقائه مع الميادين، مع الإشارة في الواقع دوما إلى أن حاليا العيادات المتنقلة والصحية تتواجد في مراكز اللواء في المدينة الرياضية حتى جبلة جنوب هذه المدينة، في محاولة أيضا لبلسمة ومساعدة الذين تضرروا وأصيبوا نتيجة هذا الزلزال. نعم، كل الشكر لك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا من اللاذقية. دعم طيران حلب وتوابعها للسريان الكاثوليك مار ديونيسيوس أنطوان شهد دول العالم إلى التحلي بالضمير والإيمان والشعور بالإنسانية تجاه الآخرين، وحذر خلال مشاركته في برنامج المشهدية على شاشة الميادين من أن العقوبات الأمريكية تهجر الشعب السوري بمن فيهم المسيحيون. العقوبات اللي وقفت امريكا ضد سوريا باي سلطه هن عم يحطوا عقوبات، مين فوضهم هن اللي يكونوا حكام علينا؟ اثرت عليكم هاي العقوبات سيطرة. طبعا اثرت على الشعب السوري، الشعب السوري اللي انظلم بهالعقوبات هاي، مين هن اللي تحكموا يقولوا وهذا لازم يعيش وهذا لازم يموت؟ نحن بنريد اولادنا يتموا، نحن ما بنريد اولادنا يطلعوا برات البلد. الامور اللي عاشوها خلال الحرب اجبرتهم يطلعوا لانه وصلوا الى مرحله ما بقى في امل، فقدوا الامل. نحن ما بنريد شعبنا يفقد الامل، دائما نحن عم نعيش في 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 تطلع الى نور جديد يحل على منطقه الشرق. المطران شهد أشار إلى حاجة حلب إلى مزيد من المساعدات لتلبية احتياجات النازحين من الدمار الذي خلفه الزلزال، مؤكدا ضعف الإمكانيات. نحن بحاجة إلى غذاء أكثر، إلى مواد أكثر، حتى نقدر نأمن للشعب الموجود عنا وبغير مراكز أنه يقدر يعيش. إذا كان طولت الأزمة هالموضوع هذا قديش بيكلف؟ قديش نحن بنقدر نأمن لحتى نكفي شعبنا؟ العدد مو معروف قديش بده يزيد، مثل ما تفضلت حضرتك ببداية اللقاء، نحن ما بنعرف قديش بده يطول الأزمة، ما بنعرف قديش بده يزيد عدد النازحين. ومن حلب ينضم إلينا مفاد الميادين عبد الله بدران. مرحبا عبد الله، إذا أنت تتواجد في أحد مراكز الإيواء في حلب، كيف هي الأوضاع؟ نعم، هو ملعب مدينة حلب طبعا أحد أقسام ملعب مدينة حلب، حيث تم إيواء العائلات التي هدمت منازلها بفعل الزلزال. هنا تجري عملية تقييم من قبل الحشد الشعبي الذي ينسق مع الجهات المختصة السورية في مدينة حلب من أجل ترتيب وضع المدنيين في داخل هذه المباني. طبعا هؤلاء تتم عملية جلد لهم، عملية إحصاء تقييم الأضرار. واضح جدا أن هؤلاء الآن هم الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل بالتمام والكمال، يعني لا يوجد لديهم ما يؤويهم، بالتالي تم نقلهم. تبدأ الآن عمليات تهيئة مواقع بديلة أو مساكن بديلة من قبل قوات الحشد الشعبي، التي واضح جدا في عملية رفع لدورها بشكل أكبر طبعا مع الجهات الرسمية العراقية.
بدلالة وصول 200 سيارة من أسطول بري إلى مدينة اللاذقية بإشراف من رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، وكذلك وصول قرابة 200 سيارة أخرى تنتظر الآن الموافقة للعبور من منفذ القائم ألبو كمال باتجاه الأراضي السورية. يوم أمس كان قد وصل إلى مدينة حلب عبر مطارها الدولي وفد من رئاسة الوزراء العراقية ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن وزارة الدفاع. يتوقع يكون هناك وفد آخر هذا اليوم. لم يتم تأكيد عدد الطائرات التي يمكن أن تنقل مواد إغاثية، لكن هناك توجيهات صدرت من قبل الحشد الشعبي المتواجد في سوريا بأن يكون للجهد الهندسي الذي تحرك جزء منه الآن إلى بعض المناطق في شمال مدينة حلب من أجل عملية تقييم لعدد من المباني التي تأكد بأنها مرجح بشكل كبير سوف تهدم ويتم إنزالها بعد أن تم تأكيد مستوى الخطورة فيها. هذا يعني يتطلب جهدا هندسيا آخر يجب أن يصل إلى المدينة. واضح جدا أن القوات الموجودة على الأرض من مختلف الصنوف التي أوفدت إلى حلب تجري عملية تقييم على مختلف الصعود، لأن هناك نوايا لبناء مستشفى ميداني إضافي آخر. ليس أكيدا كيف سيتم تقييم الوضع في مدينة اللاذقية وما الذي يمكن أن يكون لدى الحشد الشعبي في قسم الطبابة تحديدا لبناء مستوصفات أو مفارس طبية ونشرها في مدينة اللاذقية، لكن نتحدث هنا عن حلب. واضح جدا أن مع استمرار الأيام و الرصد الميداني وتقدير الموقف يتم إعادة ترتيب الأولويات، لأن التوجيهات التي صدرت هي بضرورة أن تكون هناك أولويات قصوى وبعدها أولويات ونزولا إلى الأقل أهمية. حتى هذه اللحظة المساكن أو مراكز الإيواء البديلة التي يتم إنشائها مع المستشفيات الميدانية، هذا ما قررته قيادة الحشد الشعبي في المنطقة. مضافا لذلك فعملية تقييم المنازل وتقدير هذا يتطلب جهات فنية هندسية مختصة لكي تتحرك على هذا الأساس، مع بقاء نشاط المواد الإغاثية والتموينية مستمرا، والذي من الواضح جدا اعتمد فيه بشكل كبير على المبادرات التي أطلقتها سواء مؤسسات عراقية أو مبادرات شخصية عراقية. اليوم من المفترض أن تصل عند الحدود العراقية السورية عدا 200 سيارة آلية كبيرة وشاحنة يجب أن تعبر. هناك أيضا من محافظتي البصرة ومن محافظة نينوى تتحرك آليات من هيئات حكومية ومن تبرعات تقدمت بها فعاليات وعشائر عراقية. نعم، طيب عبد الله، يعني هذا بالنسبة للمساعدات العراقية التي وصلت ولا تزال تصل وستصل تباعا إلى سوريا، ماذا عن أوضاع السوريين الذين أصبحوا بلا مأوى وشردوا بسبب هذا الزلزال وهم يتواجدون الآن في أحد أقسام الصالة الرياضية في حلب؟ نعم، بالفعل وضع مأساوي، يعني لا يتمتع أي فرد هنا بأبسط مقومات ما الحياة وما يستحقه الإنسان. في هذا الملعب تم إيواء العائلات بكاملها، كل هذه العائلات طبعا في هذه القاعة الرياضية المخصصة لأهالي المدينة. هذه العائلات اعتمدت على ما وصلها من غطاء وأفرشة، و هذه العائلات هدمت منازلها بشكل كامل، لا يمكن لها أن تعود. واضح جدا أن هؤلاء الأطفال والنساء الذين لم يتمكنوا من أن يستعيدوا مكانا الآن، ليس قريبا أن يستعيدوا منازلهم، واضح جدا أنهم بحاجة كبيرة وماسة وعاجلة لأي دعم. هنا يبدأ ترتيب الأولويات، يجب أن يكون هناك تقدير موقف يتعلق بإنشاء منازل واطئة الكلفة، منخفضة الكلفة. الوضع أكبر وأكثر قساوة ولا يحله المساعدات الآنية. هي تخفف الوطأة، تخفف الضغط، تساعد الأهالي على تخطي الأجواء والطقس القاسي، تساعد
الأهالي على أن يأووا إلى أماكن يعني بعيدا عن هذه الأجواء، لكن على المدى البعيد هؤلاء يجب أن تكون لديهم منازل، يجب أن يعودوا إلى منازلهم، يجب أن يكون لديهم مكان يأويهم مستقر. نعم عبد الله، شكرا جزيلا لك عبد الله بدران موفد الميادين إلى حلب. الزلزال لم يعفي طرطوس في سوريا. زهاء 50 منزلا تاريخيا دمرت بالكامل أو جزئيا في مدينة القدموس، وكثير من المنازل أصبح من دون أسقف. يارا حسن زارت المدينة ووثقت بعض مشاهد الدمار. البلدة القديمة القدموس وهي بلدة أثرية تنهار اليوم على الأرض. الزلزال أثر بشكل مباشر على منازلها. في هذه البيوت عاشت عائلات لأجيال عديدة وقد تشردت الآن. شو الوضع؟ البيت تدمر بشكل كامل، وكنا نايمين بالبيت في يعني هذا بيت جدي من أقدم البيوت في القدموس. أنا بحمد الله وبشكره أنه طلعت بخير وسلام، لأنه أنا طلعت من تحت الردم ونزل الردم علي وحطيت البطانية والمخدي فوق راسي وظليت ثابت بمكاني والحمد لله طلعنا. وما عدنا نعرف وين بدنا نروح، هلا اجينا بالبيت، طلعت برا البيت انا. لعندي قرايبين كم يوم مشان نأمن بيت. البيت هذا يعني انه مكان وجودنا، وطننا يعني، وطننا الصغير. وطننا الكبير سوريا، اما وطننا الصغير هو البيت الجميل هذا اللي ما في احلى منه. ما راح اتركه. أنا كنت بمفردي فيه وما راح أتركه. طيب أنا معلش، الفرشة والبطانية تحت هذا السقف تحميني؟ القدموس اشتهرت بأنها إحدى أبرز مناطق الاستجمام والسياحة في سوريا، وهي الآن تعاني من آثار الزلزال. لكن الإيمان كبير لدى السكان المتضررين بأن الأيام المقبلة ستبلسم جراحهم وتخفف من وطأة آلامهم. يارا حسن، القدموس، ريف طرطوس، الميادين. أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن دعم سوريا، ولفت خلال تقديم العزاء في السفارة السورية في العاصمة الجزائرية إلى أن دعم بلاده في المحنة القاسية التي تمر بها سوريا هو واجب. واجب على الجزائر، والجزائر لا عمرها تخلت عن واجب الدعم مع الشعب السوري. يعني هذه سنوات وسنوات محطات خطيرة للتحديات، ولكن الجزائر قاعدة دائما وستبقى إن شاء الله دائما في جنب الشعب السوري. صحيح هذه محنة كبيرة يعني اللي إن شاء الله، وفيها تحديات كبيرة اللي راح تنتظر الشعب السوري، والجزائر تكون دائما في جانب الشعب السوري. رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين أعلن خلال انطلاق الدفعة الأولى من حملة رحماء أن قوافل إضافية ستتوجه إلى حلب ومناطق سورية أخرى. وأكد صفي الدين أن الغرب كشف عن الثقافة التي ينتمي إليها وعن شعارات كاذبة في الدفاع عن حقوق الإنسان. نطلق الدفعة الأولى من حملة رحماء لإعانة الشعب السوري العزيز والشقيق في مواجهة هذه المحنة وهذه النكبة والمأساة الإنسانية. هي تواجه زلزالا أخلاقيا إنسانيا حينما كشف الغرب للأسف أقول بثقافته وب
عن جهيته وبتكبره وبلا إنسانيته. كشف عن طبيعة هذه الثقافة التي ينتمي إليها الغرب تحديدا أمريكا والدول الأوروبية بكل صراحة. مساعدات داخلية تنشط في لبنان لمساندة الشعب السوري المتضرر من جراء الزلزال، تساندها قرارات حكومية لتيسير وصولها بأسرع الطرائق إلى سوريا في محاولة للتخفيف من حدة الكارثة على الشعب السوري. تقرير فرح عمر. سعيا إلى التخفيف من معاناة وألم المنكوبين في سوريا، انطلقت الدفعة الأولى من حملة رحماء من بيروت بقافلة من الشاحنات باتجاه محافظة اللاذقية في سوريا، وعلى متنها مساعدات إنسانية وطبية وغذائية، بالإضافة إلى ألعاب لرسم البسمة على وجوه أطفال عانوا مر الحروب والزلزال. قافلة اللي هي بتحتوي على 23 آلية، آلية كبيرة موزعة بين مواد غذائية، بين أدوات طبية، بين كل شيء نحن ذكرناه. اليوم القافلة إن شاء الله بإذن الله رح نوصل على اللاذقية، ونحن عندنا قوافل متتابعة لحتى نوصل نحن نقدر نحاول قدر الإمكان نكون حدهم. رحماء ليست الأولى ولا الأخيرة، فعلى مدى الأيام الماضية انطلقت مبادرات فردية من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، مروراً بعكار والبقاع وصيدا، جميعها تحمل رسالة واحدة عنوانها مساندة الشعب السوري وكسر الحصار المفروض على سوريا أمام صمت لافت للغرب على أوجاع المنكوبين في سوريا. العالم كلها تفاعلت من كل الأراضي اللبنانية، من كل الطوائف، كل العالم عم تدق، كل العالم بدها تساعد، كل العالم بدها تتبرع. في ناس صدقي عم بتشيل من بيوتها وعم تعطي، لأنه ربنا علمنا العطاء ونحن ربنا علمنا نضل واقفين، ما فينا نركع على حدا. مش زلزال بيجي بهدنا، نحن مرقنا بأصحاب ورح نكمل معهم ورح نقول لهم نحن حدكن. منذ اليوم الأول لحلول الكارثة على سوريا وتركيا أبدى اللبنانيون تفاعلا كبيرا لمساعدة الشعب السوري وأيضا التركي، وحثوا دولا أخرى على المساعدة عبر قرار حكومي بفتح مطار بيروت الدولي ومرفأي بيروت وطرابلس أمام جميع الدول الراغبة في إيصال المساعدات إلى سوريا، فضلا عن تسهيلات مرور قوافل المساعدات عبر الحدود اللبنانية السورية. من إرسال فرق إنقاذ للمساعدة في عمليات الإغاثة إلى جمع المساعدات داخلياً وتقديم كل ما يلزم لاستقبال مساعدات خارجية، يحاول اللبنانيون بشتى الطرائق تأكيد دعمهم للشعب السوري ومساندته في وجه الحصار المفروض عليه. فرح عمر، بيروت، الميادين. وصلت قافلة مساعدات ومواد إغاثية من الهلال الأحمر الفلسطيني إضافة إلى فرقة من التدخل والاستجابة العاجلة إلى مراكز إيواء المتضررين من الزلزال في مدينة اللاذقية. فور وصول القافلة وتسليم المساعدات في الأماكن المخصصة لها بدأت فرق من الهلال الأحمر والأطباء الفلسطينيين بدعم الفرق السورية في معالجة المصابين. إذا كان الصديق وقت الضيق فما بالك عندما يتعلق الموضوع بأحد الأشقاء الذي تعرض لمحنة وصعوبات كالتي نراها الآن في الشقيقة سوريا. نحن بناء على تعليمات سيادة الرئيس حركنا فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة بشكل فوري، ووصلنا منذ 3 أيام. الفريق مكون من الإنقاذ الذي يقوم به فريق الدفاع المدني، الأطباء المتخصصين، ومن الهلال الأحمر الفلسطيني الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في مراكز الإيواء والمراكز التي تضررت من الزلزال. الوفد الطبي أرسلناه قبل يومين إلى مدينة حلب، سيعمل إلى جانب إخوته وزملائه في المشفى الجامعي، وهذه رسالتنا إلى شعبنا السوري الشقيق، رسالة محبة، رسالة تضامن ورسالة أخوة. دمشق وفلسطين، دمشق والقدس دائما جنبا إلى جنب. إذن في حلب ما زالت عملية إزالة الأبنية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في الأسبوع الماضي مستمرة. نتابع الآن هذه المشاهد المباشرة من حلب لأحد الأبنية التي سيتم إزالتها بسبب تضررها جراء الزلزال في هذه اللحظات، وهو واحد من عشرات الأبنية التي تمت إزالتها بعد الزلزال، والآن تتم إعادة وتستمر
عمليات تقييم الأبنية المتضررة للنظر إذا ما كانت هناك إمكانية لترميمها سواء في حلب أو في اللاذقية جبلة أيضا، وإذا ما كانت يعني يمكن صالحة للترميم ولأن تستقبل الناس ويبقوا فيها. الآن معنا عبد الرحمن عز الدين مفد الميادين إلى حلب. مرحبا عبد، التفاصيل معك. أهلا يارا، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. إذا كما ذكرت الزميلة يارا مشاهدينا قبل قليل، نحن نواصل مواكبة هذه التطورات فيما يخص تداعيات الزلزال الكارثة الذي ضرب منطقة شرق المتوسط تحديدا تركيا وسوريا. كما ذكرت الزميلة يارا إذا مشاهدينا، هذا المبنى في حي المرج في مدينة حلب تصدع بفعل الزلزال، ولذلك تقوم فرق الهندسة أيضا السورية بإزالة هذا المبنى الآن نظرا لخطورته، لأنه كما تعلمون هناك العديد من المباني في مدينة حلب التي تضررت بفعل الزلزال وهي تصدعت ولم تسقط وبالتالي لم تعد صالحة للسكن. هذا المبنى هو يأتي ضمن عشرات المباني التي تعمل فرق الهندسة على إزالتها حماية لحياة المواطنين. هنا في حي المرجي في حلب تم قطع هذا الطريق تمهيدا لإزالة هذا المبنى كما نرى الآن مباشرة على شاشة الميادين. هكذا هي آلية إزالة هذه المباني بفعل تضررها الكبير بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام قليلة. انطلاقا من هنا مشاهدينا نذكر بمأساة عشرات آلاف السوريين في مدينة حلب، في اللاذقية، في جبلة، في جندرس، في إدلب أيضا، الذين هذا هو المشهد الذي يؤذيهم هذه الأيام، لأنه بطبيعة الحال هم تهجروا من منازلهم لأنها تصدعت بشكل كبير بفعل هذا الزلزال ولم تعد أصلا صالحة للسكن، فلذلك هم تهجروا منها. وفي هذه الأيام إما هم في مراكز الإيواء أو بعضهم الآخر يعني يعيش حياة صعبة. عبد الرحمن، نعم يارا، إذا يعني كما تشاهدين يارا في الصورة. نعم تفضل يارا. نعم نتابع معا هذه الصورة، ولكن بالحديث يعني عن السوريين الذين تشردوا جراء هذا الزلزال ويعني تهدمت بيوتهم، هل هناك حديث عن المساكن البديلة التي سيتم تأمينها لهم أم أنه لا توجد معلومات حتى لديهم حتى هذه هو اللحظة؟ حاليا لا هناك معلومات، طبعا هناك معلومات يارا. من المعروف هنا في مدينة حلب أنه هناك عمل مكثف وسريع في مراكز إيواء عديدة. بالأمس نحن كنا في كنيسة سيدة الانتقال على سبيل المثال، وتم إيواء مئات السوريين داخل هذه الكنيسة وتقديم المساعدات الأساسية اللازمة لهم والتدفئة اللازمة لهم، خاصة أننا نتحدث عن طقس شتاء وطقس بارد جدا هنا في مدينة حلب. كذلك الأمر في ملعب الحمدانيين، وكذلك الأمر في عدة مراكز إيواء التي اليوم فيها الآلاف من السوريين لتأمين مساكن مؤقتة بطبيعة الحال انتظارا لتأمين مساكن يعني تكون دائمة إذا صح التعبير. نعم هذا ما أتحدث عنه، لأنها بطبيعة الحال بحاجة إلى إعادة الإعمار. هي بحاجة لإعادة الإعمار، خاصة أنه حلب من أكثر المحافظات السورية أيضا التي تأثرت بالحرب، والكثير من هذه المباني كان أيضا يعني متضرر جراء الحرب التي استمرت لأكثر من عشر سنوات. ولكن أنا لا أتحدث عن مراكز الإيواء الحالية المؤقتة، أنا أتحدث عن البيوت الدائمة. يعني هل هناك من خطة بدأت تتضح معالمها لتأمين مساكن لهؤلاء المتضررين أم لا توجد معلومات عنها؟ وأتحدث هنا عن المساكن الدائمة البديلة. هو كما تعلمين يارا نحن اليوم هو اليوم الثامن أو التاسع بعد حصول هذا الزلزال المدمر. بطبيعة الحال كان هناك بداية صدمة على المستوى السوري وعلى المستوى التركي بفعل هذا الزلزال الضخم الذي ضرب سوريا وتركيا وخلف هذا الدمار الكبير، لأنه بطبيعة الحال وهذا الذي كان مفاجئ أنه في البداية لم يكن أحد يتوقع أن يكون الدمار بهذا الحجم إن كان في تركيا أو في سوريا. فلذلك كانت الأيام الأولى هي الاستيعاب الصدمة بداية، من بعد ذلك بدأت عملية لملمة الجراح لأن الجراح كبيرة هنا ورفع الأنقاض، والآن يتم إسقاط هذه المباني الآية للسقوط كي لا تهدد حياة المواطنين. وبالتالي بداية حصلت عملية الاستيعاب ثم البدء بلملمة الجراح تأمين مساكن مؤقتة للمواطنين المهجرين، ونذكر تعدادهم 120 ألف سوري فقط في مدينة حلب، وهذا رقم مرشح أن يصعد إلى مليون سوري هذا فقط في مدينة حلب. الآن يارا يتم الآن في هذه اللحظات يتم إسقاط هذا المبنى في حي المرجي في مدينة حلب كما تشاهدون الآن عبر
شاشة الميادين. هذا المبنى الآيل للسقوط يتم إسقاطه بهذه الطريقة الآن لأنه متصدع جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أيام قليلة. بهذه الطريقة يتم إذن الآن، يعني هي ليست مجرد أحجار تسقط عبد الرحمن، هي ذكريات ويعني مجموعة حيوات مرت على هذه المباني. هنا قبل لحظات كان هذا المبنى قائما، وقبل أيام كانت فيه حياة، وربما كان فيه فرح، وربما كانت هناك عائلات تنتظر يعني أن تبني مستقبلها في هذا المبنى. صحيح. أنت يارا ذكرتي قبل قليل نقطة مهمة للغاية، أنه الحرب أيضا كانت أثرت بشكل كبير. يعني هنا مثل هكذا مبنى كان أصلا متأثر بالحرب، فيه بعض الدمار، ولكن أتى زلزال أيضا ليؤدي إلى عدم إمكانية البقاء داخل هذا المبنى المتصدع بشكل كبير جراء هذا الزلزال. إذن مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم الآن هنا في حي المرجي في مدينة حلب لننقل لكم كما نقلنا لكم قبل قليل مباشرة على الهواء إسقاط هذا المبنى في حي المرجي. هو هذا كما رأينا كان بناء آيل للسقوط، وكي لا يتأثر المواطنين هنا في مدينة حلب بإمكانية سقوطه تم إسقاطه بهذه الطريقة كي لا يؤدي إلى خطر على حياة المواطنين. هي أبنية تضررت بفعل الحرب ومن ثم تضررت بفعل الزلزال المدمر. وما يمنع يارا هذا، نذكر هنا أنه ما يمنع إعادة الأعمار السريعة هي حجم العقوبات التي تحاصر سوريا وتطبق على سوريا بشكل كبير وأثرت عليها بشكل كبير، وإلا لولا ذلك لكانت سوريا تلقت الصدمة بشكل أفضل ولتعاملت مع الموضوع بشكل أسرع نظرا لضيق الوضع هنا بسبب الحصار. فإن الأمور عادة ما تزداد سوءا في مثل هكذا حالات، ولكن كما ذكرنا تم استيعاب الصدمة، تمت بلسمة الجراحات، السوريون في أماكن إيواء مؤقتة للبدء فيما بعد بعملية أو بوضع خطة شاملة للنهوض بحلب وبقية المدن السورية المتضررة. نتحدث عن جبل، نتحدث عن اللاذقية، نتحدث عن حماة، نتحدث عن حمص، عن جندارس، عن إدلب، عن كل هذه المدن السورية التي تضررت بشكل كبير بفعل هذا الزلزال. يارا الآن إذا صح التعبير انجلى الغبار بعد ما تم تهديم هذا المبنى كما نرى هنا من خلفي في حي المرجي في مدينة حلب. ويمكن أن نرى هذا المبنى الذي كان قائما قبل قليل وتم إسقاطه من قبل فرق الهندسة كي لا يؤثر على حياة المواطنين، لأنه كان آيل للسقوط متصدع بشكل كبير بفعل الزلزال المدمر، وبالتالي كان من الواجب مشاهدينا إسقاط هذا المبنى. حاله كحال عشرات لا بل مئات المباني في مدينة حلب المتصدعة بفعل هذا الزلزال المدمر، وقبلها بفعل الحرب التي تم شنها على سوريا. وما يزيد دائما الطين بلة هو الحصار المطبق على سوريا الذي بدأ يتكسر بفعل المساعدات التي تأتي اليوم إلى سوريا والاتصالات التي تحصل مع سوريا في أكثر من اتجاه. على أمل أن تستمر هذه المساعدات، أن يستمر هذا الدعم، لأن سوريا اليوم بحاجة إلى الكثير في ظل هذا الوضع الصعب، في ظل حديث الأمم المتحدة عن 5.3 مليون سوري مهجر بفعل هذا الزلزال. ليس لديهم مأوى اليوم. تحاول الدولة السورية من خلال ما يأتيها من مساعدات، من خلال الإمكانات المتوافرة، من خلال المبادرات الأهلية لإيواء هؤلاء السوريين لتقيهم شتاء قارسا باردا جدا 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 في هذه الأيام. إذا مشاهدينا نذكر أن الميادين أيضا ستستمر معكم في هذه التغطية المستمرة من سوريا، من مدينة حلب تحديدا، سوريا تركيا إرادة حياة. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن في دمشق، موفد الميادين إلى حلب، ومن أخبار الزلزال إلى فلسطين المحتلة، وحيث استشهد الشاب الفلسطيني أمير بسطامي وأصيب 7 آخرون خلال تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة القديمة بنابلس. وأعلنت مجموعة عارين الأسود أنها تصدت لقوات الاحتلال في شارع سفيان بمدينة نابلس حيث شهد اشتباكات عنيفة.
بالتزامن شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على قطاع غزة. وأفاد مراسلنا باستهداف الاحتلال مواقع المقاومة في خان يونس وبيت حنون شمال القطاع. في المقابل أعلنت كتائب المقاومة الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قصفها المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بعدد من الصواريخ، ودوت سفارة الإنذار في عدد من مستوطنات الاحتلال. قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة شرعنة 9 نقاط استيطانية في الضفة الغربية، ويجري توفير كل البنى التحتية لها ومدها بالكهرباء والمياه وشق الطرقات وغير ذلك. كما قررت توسيع العمليات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية في شرقي القدس المحتلة. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن وزير الأمن القومي إتمار بن كفير كان طالب بشرعنة 77 نقطة استيطانية غير قانونية. الرئاسة الفلسطينية دانت قرار الحكومة الإسرائيلية معتبرة أن الخطوة تعد تحديا للجهود الأمريكية والعربية واستفزازا للشعب الفلسطيني، وستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد. الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة شدد على عدم شرعية الاستيطان ومخالفته للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أنه لا يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية. طرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ تسوية لتجنيب الكيان ما وصفه بالانهيار الدستوري والعنف المحتمل على خلفية الأزمة الناجمة عن خطط الإصلاح القضائي التي تسعى إليها حكومة نتنياهو. وخلال خطاب تلفزيوني ناشد هرتزوغ نواب الائتلاف الحاكم تأجيل الخطوات التشريعية الأولية في الكنيست التي يعتزم بعضهم البدء بها هذا الأسبوع. وحث هرتزوغ على إجراء محادثات فورية بين الحكومة والمعارضة على أساس 5 مبادئ، منها تشريع عملية لسن قوانين إسرائيل الأساسية شبه الدستورية ومنع أي تدخل من المحكمة العليا فيها وفق تعبيره. لقد مضى وقت طويل على خوضنا للجدال السياسي، وبدلا من ذلك نحن على شفا الانهيار الدستوري والاجتماعي. أشعر ونشعر جميعا بأننا بالكاد على بعد لحظة واحدة من الصدام، وحتى من الصدام العنيف. الإصلاح هو أيضا أساس لتغيير مرحب به، للنمو، لجعل الأمور تتماشى مع الواقع. وأنا مقتنع بأن التجميع الشامل للإصلاحات بالشكل الحالي يثير قلقا عميقا بشأن إمكانية أن يكون لها تأثير ضار على الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل. يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصدير أزمته بالتغول على الفلسطينيين على وقع تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، وإعلان لبن كفير قبل بالسخرية يهدد فيه بشن عملية سور واق ثانية في القدس المحتلة. علي الأحمر، أهلا بكم. بشراء الوقت وبتصدير أزماته تصعيدا ضد الفلسطينيين، هكذا يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهروب من واقع الأزمات التي تلاحقه من كل جانب. وبينما يتظاهر عشرات الآلاف ضد حكومته ويتصاعد الغضب والمطالبات باستقالتها، هدد نتنياهو بمزيد من التصعيد ملوحا بعملية واسعة النطاق في القدس والضفة، كما تعهد بما وصفه ردا أقوى على سلسلة الهجمات الفلسطينية مع تصاعد الضغط داخل حكومته لمزيد من العنف. التهديد بالتصعيد مشاهدين جاء أيضا على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي هدد في أعقاب عملية الدهس الأخيرة بشن عملية سور واق ثانية في القدس المحتلة، محاكاة لعملية السور الواقي التي اجتاحت إسرائيل خلالها عام 2002 الضفة الغربية. تصريحات بن غفير أشعلت أزمة حادة داخلية ولاقت ردود فعل ساخرة من مسؤولين ووسائل إعلام التي وصفت كلامه بالهراء، فيما هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد بن غفير واصفا إياه بالسخيف وبوزير التيك توك. في المقابل يخرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منبر جامعة الدول العربية في القاهرة ليؤكد أن الفلسطينيين يتعرضون لهجمة قاتلة
متعهدا مجددا بمواصلة العمل ضد الاحتلال أمام الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. وعلى خط الأزمة الإسرائيلية الداخلية، سجل دخول جديد لواشنطن من خلال دعوة الرئيس جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق واسع حول التعديلات القضائية التي تدعمها حكومة نتنياهو. دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين دوت نت، باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.